طيب تعالى بقى نشوف المجسمين اللي احنا هنشتغل عليهم، ندرس الخصائص بتاعتهم، لان مهم جدا اعرف الخصائص ايه بتاعتهم. انا مش هشتغل على مجسمين ولا مش عارف الخصائص ايه بتاعتهم. تعال نشوف الايه المتوازي المستطيلات الاول. متوازي المستطيلات عندي مثلا كرتونه زي دي تديني شكل ايه؟ متوازي مستطيلات. هلاقي متوازي المستطيلات ده له كام سطح؟ يعني له كام وجه؟ ما هو السطح ده بسميه ايه؟ وجه. السطح ده وجه لانه هو بيتعرف منه كده، ابص عليه كده اعرفه ايه؟ منه. السطح ده وجه. السطح ده وجه، يبقى له كام سطح؟ ست. ادي واحد وفش من الناحيه الثانيه ايه؟ واحد. ادي الثاني الثالث وادي الايه؟ الرابع. وادي الخامس وادي الايه؟ السادس. يبقى ايه؟ ست ايه؟ او ست ايه؟ هلاحظ ان الوجه بقى او السطح ده من اسطحه يدي شكل ايه من بره كده؟ الاطار اللي بيحاوط عليه يدي شكل ايه؟ مستطيل. كذلك الوجه ده مستطيل، كذلك الوجه ده مستطيل، كذلك الوجه ده كذلك الوجه ده كذلك الوجه ده. يبقى اوجه المستطيل متوازي المستطيلات، اوجه متوازي المستطيلات تدي شكل ايه؟ مستطيل. او على شكل ايه؟ مستطيل. يبقى انا متوازي المستطيلات له كام وجه؟ على شكل ايه؟ مستطيلات. تعالى ناخدها بقى كده، توازي المستطيلات له ست اوجه على شكل مستطيل. لحظة بقى، قال لي بقى ركز معايا، مثال لمتوازي المستطيلات، الغرفة اللي أنت قاعد فيها، الفصل اللي أنت قاعد فيه بيدي شكل متوازي إيه؟ مستطيلات. أربع جوانب ضم أربع إيه؟ أو والسقف وجه والأرضية وجه، يبقى كده كام وجه؟ ستة. أو الأرضية دي على شكل إيه؟ مستطيل. والوجه اللي على الجنب ده على شكل ايه؟ مستطيل. والوجه اللي على الجنب الثاني مستطيل. والسقف مستطيل. تعالى بقى قلل الاوجه الجانبيه ده ايه؟ شايفين الاوجه الجانبيه دي؟ الاوجه الجانبيه ده عندي كم وجه جانبي؟ ها؟ كم وجه جانبي؟ كم وجه جانبي يعني الجوانب؟ اللي فوق ده وجه جانبي؟ يعني جانبي ايه؟ دي الاوجه الايه؟ الجانبيه. كم وجه؟ أربع أوجه إيه؟ جانبين. واللي فوق واللي تحت بسميهم إيه؟ قاعدتين. بسميهم إيه؟ قاعدتين. يبقى ركز في الكلام ده مهم جدا. يبقى متوازي المستطيلات له كام وجه؟ ست. منهم كام وجه جانبي؟ أربع. أربع أوجه جانبين، واللي فوق واللي تحت بسميهم إيه؟ قاعدتين. قاعدتين المتوازي الإيه؟ المستطيلات. يبقى متوازي المستطيلات له كام قاعدة؟ قاعدتين. وله كام وجه جانبي؟ أربعة. أربعة. مثلها على الفصل اللي أنت قاعد فيه. أربع إيه؟ له أربع جوانب. وله إيه؟ السقف والأرضية بسموهم إيه؟ القاعدتين. القاعدتين دول قد بعض ولا لأ؟ الوجه اللي فوق قد الوجه اللي إيه؟ اللي تحت. طبعًا أنا لو بدلت الإيه؟ متوازي المستطيلات كده، يبقى هنا القاعدتين هيتغيروا ولا لأ؟ هيتغيروا. اللي فوق واللي تحت هيبقوا قاعدتين، اما دول هيصبحوا الايه؟ الجوانب. طب لو عملتوا كده برضه اللي ايه اللي فوق واللي تحت هيبقوا ايه؟ قاعدتين، واللي على الجوانب دي الاوجه الايه؟ الجانبيه. يبقى هو ست ايه؟ اوجه، واربعه منهم اوجه جانبيه، منهم اربع اوجه جانبيه وايه؟ وقاعدتين. تمام كده؟ نلاحظ ايه هنا بقى في متوازي المستطيلات؟ حاجه جميله قوي. الوجه ده مش بيقابل وجه تاني من الناحيه التانيه؟ الوجهين اللي بيقابلوا بعض هلاقيهم ايه؟ شايف الوجه ده؟ اللي بيقابل من الناحيه التانيه اهو. قدوا ولا مش قدوا؟ قدوا ولا مش قد؟ اهو شايف الوجه اللي بيقابله من الناحيه التانيه اهو.
يبقى الوجهين دول اللي بيقابلوا بعض قد بعض ولا مش قد بعض؟ هتلاقيهم قد بعض في المحيط وفي الايه؟ وفي المساحه. مش الوجه على شكل مستطيل؟ له محيط وله مساحه؟ السطحين دول اللي بيقابلوا بعض هيبقوا قد ايه؟ بعض في محيطهم ومساحتهم. في المحيط والايه؟ والمساحه. عند الوجه ده الوجه برضه اللي بيقابله ماله؟ قد ايه؟ قد بعض اهو. شايفين؟ الوجه اللي بيقابله قد بعض في المحيط والايه؟ والمساحه. قاعدتين الوجه اهو واللي بيقابله قد بعض في الايه؟ في المحيط والايه؟ والمساحه. خلاص؟ يبقى كل وجهين بيقابلوا بعض قد بعض في المحيط والايه؟ والمساحه. قال لي خلي بالك بقى في متوازن المستويات في حته جميله قوي في الاوجه برضه. هو مش له قاعدتين؟ بتلاقي متوازي مستطيلات القاعدتين بتوعه على شكل ايه؟ مستطيل. ان اوجهه كلها على شكل مستطيل. وتلاقي متوازي مستطيلات تاني القاعدتين بتوعه على شكل ايه؟ مربع. القاعدتين بتوعه على شكل ايه؟ مربع. القاعدتين بتوعه على شكل ايه؟ زي علبة الدواء دي. معايا؟ ادي القاعدة شايفينها؟ على شكل ايه؟ مربع. يبقى عندي متوازي مستطيلات الاقي القاعده بتاعته على شكل مستطيل، ومتوازي مستطيلات الاقي القاعده بتاعته على شكل ايه؟ مربع. تعالى بقى ناخد حاجه جميله برضو في المتوازي الايه؟ المستطيلات. مش هو في اوجه؟ تعالى كده الوجه ده هيتقابل مع الوجه ايه؟ اتقابل معاه فين؟ في الخط ده كده. شايفينه؟ الخط ده هبص الاقيه موجود في الوجه ده ولا لا؟ وموجود في الوجه ده ولا لا؟ يبقى الخط ده موجود عند الوجه ده صح؟ خط اهو بيحوط على الوجه ده وموجود على الوجه ايه؟ ده. يبقى هو مشترك ما بين الايه؟ الوجهين. الخط ده بقى او القطعه المستقيمه ده اللي مشتركه بين وجهين بسماها ايه؟ حرف. بسماها ايه؟ حرف. تعال نشوف هنا برضه. شايفين الخط ده؟ بيدي قطعة مستقيمة صح؟ القطعة المستقيمة دي برضه ايه؟ حرف. القطعة المستقيمة دي برضه ايه؟ حرف. تعال هنا برضه. شايفين القطعة المستقيمة دي؟ بسماها ايه؟ حرف. لأنها مشتركة بين ايه؟ وجهين. أو ناتجة عن تقاطع وجهين. الوجه ده جه كده والوجه ده جه ايه؟ كده. ايه اللي حصل لهم؟ اتقطعوا فين؟ في القطعة دي كده. في الحافة دي كده. الحافة دي بتديني قطعة ايه؟ مستقيمة. يبقى القطعة المستقيمة دي هسميها ايه؟ حرف. طيب القطعة المستقيمة دي سماها ايه؟ حرف. القطعة المستقيمة دي القطعة المستقيمة دي القطعة المستقيمة دي القطعة المستقيمة دي وفوق كده القطعة المستقيمة دي القطعة المستقيمة دي ودي ودي. يبقى أنا عندي كام حرف؟ تعال نعدهم. نعد اللي فوق الأول. نعد اللي فوق الأول يا دكتور عمر. تعال نعد اللي فوق. أدي واحد اتنين ثلاثة أربعة. عد بقى اللي تحت زيهم طبعا اهو. خمسة ستة سبعة ثمانية. عد بقى اللي على الجوانب. تسعة عشرة 11 12. يبقى له كم حرف؟ 12 حرف. يبقى له 12 ايه؟ حرف. له 12 حرف. تعالى برضو ال 12 حرف دول زي ما كان الاوجه لهم صفات، ال 12 حرف دول ايه؟ صفات. الاوجه في متوازي المستطيلات قلنا لهم أربع أوجه إيه؟ جانبية واتنين إيه؟ قاعدتين. وقلنا كمان كل وجهين بيقابلوا بعض بيساوي إيه؟ بعض. الأحرف بقى شايفين الأحرف ده إيه؟ حرف ده بيوازي ده ولا لأ؟ طب بيوازي ده ولا لأ؟ أهو حرفين ده هم اللي جايين عليهم القلمين بيوازوا بعض ولا لأ؟ بيوازوا بعض. طب وده أهو مش بيوازي ده؟ طب وده مش بيوازي ده؟ يبقى الأربع أحرف ده هم ده
ده وده وده وده. هلاحظ ان هما ايه؟ بيوازوا بعض. وقد ايه؟ بعض. يبقى الاربع احرف اللي بيوازوا بعض ده هم قد ايه؟ بعض. لكن ده بيوازي ده؟ ده بيوازي ده؟ ده هيوازي ده؟ ده حاجه بقى ناخدها حاجه ثانيه بقى لما نكبر في الايه؟ في السنه وكده، ان هما ايه؟ متخلفين. لانهم في مستويين مختلفين، مش عندنا دي. المهم تعرف ان هما ما بيوازوش ايه؟ بعض، ما بقاش عليهم ايه؟ متوازيين. يبقى الاربع احرف اللي بيوازوا بعضهم واحد اثنين ثلاثة أربعة، دول بيوازوا إيه؟ يبقى قد إيه؟ بعض. طب تعالى هنا، مش ده مع ده في نفس الوقت؟ بيوازيه ولا لا؟ طب وده؟ ها؟ بيوازيه ولا ما بيوازوش؟ بيوازيه. طب ده؟ بيوازي ده ولا لا؟ وبيوازي اللي فوق ولا لا؟ وبيوازي ده اللي من الناحية التانية ولا لا؟ يبقى برضه أربع أحرف إيه؟ بيوازوا إيه؟ بعض. بيساووا بعض ولا ما بيساووش بعض؟ ده فعلا قد ايه؟ ده وقد ايه؟ ده وقد من ناحية الايه؟ التانية. معايا؟ يبقى كل اربع احرف بيوازوا ايه؟ بعض. بيساوي ايه؟ بعض. ال 12 حرف دول متقسمين لكام اربعة؟ ثلاث ايه؟ اربعة. كل اربعة بيوازوا ايه؟ بعض. هيساوي ايه؟ بعض. يبقى ال 12 حرف متقسمين لثلاث ايه؟ اربعة. كل اربعة بيوازوا بعض هيساوي ايه؟ خلي بالك من دي عشان دي هتفيدك في حل مسألة جاية بعد كده، مش هتعرف تحلها إلا إذا فهمت دي. يبقى ال 12 حرف بتوع متوازي المستويات متقسمين أربعة، كل أربعة بيوازوا إيه؟ بعض. يساووا إيه؟ بعض في الطول. مفهومة الجزئية دي؟ خلاص عرفنا متوازي المستويات. طب له كام رأس بقى؟ الأول نعرف الحرف. هو إيه؟ قطعة مستقيمة. هو قطعة مستقيمة تصل ناتجة الحرف في المجسم. الحرف في المجسم أو الحرف متوازي المستويات هي قطعة مستقيمة ناتجة عن تقاطع وجهين في الإيه؟ في المجسم. يجي وجهين اتقطعوا مع بعض، بيتقطعوا مع بعض في قطعه ايه؟ مستقيمه. الوجهين مش هيتقطعوا في نقطه بقى، ده بيتقطعوا مع بعض هنا في قطعه ايه؟ مستقيمه. يبقى الوجهين في المجسم بيتقطعوا مع بعض في قطعه ايه؟ مستقيمه. القطعه المستقيمه دي بقى بسميها ايه؟ حرف. طيب الحرف ده شايفينه؟ والحرف ده والحرف ده اتقابلوا كلهم في نقطه ايه؟ واحده، اللي هي النقطه دي صح؟ او طالع منها الحرف ده والحرف ده والحرف ده، تلات احرف اهم اتقابلوا في نقطه ايه؟ النقطه دي اسميها ايه؟ راس. يبقى الراس طبعا في الايه؟ في متوازي المستويات او المكعب هو نقطه تقاطع تلات ايه؟ احرف. طبعا فين؟ في المجسم اللي عندي، سواء كان متوازي المستويات او ايه؟ او مكعب. سواء كان متوازي المستويات او ايه؟ مكعب. يبقى الحرف في المكعب هو قطعة مستقيمة ناتجة عن تقاطع وجهين فين؟ في المجسم. كذلك الحرف متوازي المستويات هو قطعة مستقيمة ناتجة عن ايه؟ تقاطع وجهين فين؟ في المجسم. الرأس بياخده في متوازي المستويات أو المكعب هو نقطة تقاطع ثلاث ايه؟ أحرف. يبقى أي ثلاث أحرف، أدي واحد اثنين أهم أهم اتقابلوا في نقطة صح؟ النقطة دي اسمها ايه؟ رأس. هنا الحرف ده مع الحرف ده مع الحرف ده اتقابلوا في نقطة اسمها ايه؟ رأس. تعالى نعد الرؤوس بقى اللي عندي. عد معايا كده، عد اللي فوق الاول اهو. ادي ايه؟ واحد. ها النقطه دي اثنين، النقطه دي ايه؟ ثلاثه، دي اربعه، دي خمسه، دي سته، دي سبعه، دي كام؟ ثمانيه. يبقى في كام راس؟ ثمان ايه؟ رؤوس. يبقى له ثمان ايه؟ رؤوس. له ثمان رؤوس. مفهوم الكلام ده؟ عايز ارسم متوازي الايه؟ مستطيلات. بقوم راسمه ازاي؟ راسم مستطيل كده اهو. وقوم جاي من النص اهو، شايفين النص بالظبط؟ النص اهو والنص هنا. وعامل ايه؟ نازل كده. شايفين الخط ده اهو اللي انا اخدته؟ اعمل زيه برضه. وهنا برضه.
خط اللي انا خدته واعمل زيه ايه؟ بره. واكمل بقى ايه؟ مستطيل. وتوصل هنا بقى الراس ده بالراس ده والراس ده بالراس ايه؟ ده والراس ده بالراس ده والراس ده بالراس ده. يديك ايه؟ يديك ايه؟ متوازي مستوى. طبعا له رسمه ثانيه. خلينا برسم كده. زي متوازي اضلاع كده. ليه؟ لان انا كده بشوف متوائل ايه؟ المجسم بجنب كده. فبشوف كان ده عامل زي متوازي الايه؟ اضلاع. لكن هو مستطيل في الايه؟ في المجسم. وانزل منه كده. زي المتوازي ايه؟ اضلاع برضه. وقوم هنا مكمل ده ايه؟ مستطيل. في احرف جوه صح؟ الاحرف دي مش باينه. ما بشوفهاش. دي ما بشوفهاش، يعني انا لو وريتك المجسم دلوقتي هشوف الاحرف اللي ورا دي. ها؟ هتشوف انت كام حرف؟ هتشوف الاربعه اللي فوق صح؟ ها؟ وثلاثه من ايه؟ من الجوانب. اسف كام؟ الاربعه اللي فوق اهو. واحد اثنين ثلاثه اربعه وهنا. شايف ده انت خمسة ستة سبعة هنا ايه؟ ثمانية. معايا؟ يبقى شايف كده كام؟ ثمانية. لا وهنا؟ تسعة. فاضل لك تلات أحرف اللي ورا دولت أنت ما أنتش إيه؟ اللي أنا عاملهم لك بنقط كده. دولت ما بيشربوش لأن أنت لما بتبص المجسم كده ممكن أقصى حاجة تشوفها منه تسع أحرف. والأحرف التانية بتبقى مدارية إيه؟ ورا. خلاص؟ فاضل بقى حاجة مهمة أوي. إحنا قلنا كل أربع أحرف بيوازوا بعض بيساووا إيه؟ بعض، صح كده؟ الأربع أحرف اللي بيوازوا بعض بيساووا بعض باخد منهم إيه؟ حرف وأسميه بعد. وأسميه إيه؟ يعني الأربع أحرف دول يعتبر بقول عليهم إيه؟ بعد. لأنهم بيساووا إيه؟ بعض. وبيوازوا إيه؟ بعض. زي الأربع أحرف دول. أدي واحد. هنا من إيه؟ التاني أهو. هنا إيه؟ التالت. هنا من الناحية دي إيه؟ الرابع. بيوازوا إيه؟ بعض. يبقى ده أسميه إيه؟ بعد. طب الأربع أحرف اللي هنا. أدي واحد. وهنا بيوازيه من الناحية التانية. وهنا بيوازيه من الناحية التانية. وهنا بيوازيه إيه؟ الناحية التانية. بيساووا إيه؟ بعض. هتاخد منهم واحد وأسميه إيه؟ بعد. اخد منهم واحد اسميه ايه؟ بعد. كذلك هنا الحرف ده بيوازي الحرف ايه؟ ده. بيوازي الحرف ده بيوازي الحرف ايه؟ ده. هاخد منهم واحد واسميه ايه؟ بعد. يبقى هنا عندي كام بعد؟ ثلاث ابعاد. ثلاث ايه؟ ابعاد. ثلاث ايه؟ ابعاد. ثلاث ايه؟ ابعاد. شايف مش دي قاعده؟ القاعده دي فيها كام بعد موجودين؟ بعدين. ادي واحد ادي الثاني. يبقى بعدين خاصين بالايه؟ بالقاعده. البعد ده بقى بيحدد ارتفاع الايه؟ الايه؟ متوازي المستطيلات اللي عندي. بيحدد ارتفاع متوازي المستطيلات اللي ايه؟ عندي. يبقى بعدين في القاعده والقاعده على شكل ايه؟ مستطيل. يبقى البعدين بتوع المستطيل بسميهم ايه؟ الطول والعرض. البعدين بتوع المستطيل بسميهم ايه؟ الطول والعرض. يبقى هنا برضو البعدين بتوع القاعدة بتاع المتوازي المستطيلات بسميهم طول وايه؟ وعرض. بس طول وعرض بقى متوازي الايه؟ المستطيلات. يبقى طول وعرض القاعدة بتاعت متوازي المستطيلات اسميها برضو ايه؟ طول وعرض متوازي الايه؟ المستطيلات. يبقى متوازي المستطيلات له كام بعد؟ ثلاثة. ثلاث أبعاد. بعدين خاصين بالقاعدة بسميهم ايه؟ طول وعرض. دول مخاصين بمين؟ بالقاعدة. برضو بيبقوا طول وعرض متوازي الايه؟ مستطيلات. والبعد الثاني بقى بيحدد ارتفاع المتوازي الايه؟ مستطيلات. هو بيرتفع قد ايه؟ عن القاعده بتاعته. يعني انا لو خليت القاعده دي كده قعدته كده الارتفاع اتغير ولا مش اتغير؟ ابعاد القاعده اتغير. القاعده ايه؟ ادي طول وادي ايه؟ عرض. وده بقى ايه؟ الارتفاع. شايفينهم؟ ادي بقى ايه؟ الطول وادي ايه؟ العرض. وده الايه؟ الارتفاع. طب انا لو قعدته كده
يبقى هنا ده ايه؟ الطول، وده ايه؟ العرض، وده ايه؟ الارتفاع. طب انا لو قعدت على الجنب ده كده هيبقى ده ايه؟ الطول، وده ايه؟ العرض، وده ايه؟ الارتفاع. يبقى على حسب القاعده هتتغير الايه؟ الطول والعرض والايه؟ والارتفاع. مفهوم؟ لو انا رسمت الرسمه بتاعته عايز انا احدد على الرسم الطول والعرض والايه؟ والارتفاع. القاعده ايه؟ القاعده اللي تحت دي صح؟ طولها ايه؟ يبقى ده ايه؟ الطول. يبقى ده ايه؟ الطول. ده اهو الايه؟ الطول. وده بقى اللي جاي بالجنب ده ايه؟ عرض. وده اللي بيحدد الايه؟ الارتفاع. طب لو قال لي ده ارتفاع اقول له غلط؟ ما هو ده زي ايه؟ لو قال لي ده ارتفاع اقول له غلط؟ ما هو ده زي ايه؟ ده. لو قال لي اللي جوه ده اهو ارتفاع اقول له غلط؟ ما ده زي ايه؟ ده. طب لو قال لي ان ده طول ما ده زي ده؟ لو قال لي ده طول ما ده زي ايه؟ ده. لو قال لي ده طول يبقى ده زي ايه؟ ده. يبقى عندي يعتبر اربع اطوال ايه زي بعض، واربع عرض زي ايه؟ بعض، واربع ايه ارتفاع زي ايه؟ بعض. يبقى خدنا الابعاد دي. طيب الابعاد دي بقى لو سوت بعضها هيبقى ايه؟ تعال نشوف المكعب بقى. ادي المكعب برضه له كام وجه؟ حجر النبي ده عاد شكل ايه؟ مكعب. برضه ايه؟ له ست ايه؟ او ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه، وهنا خمسه سته. الاوجه بتاعته كلها على شكل ايه؟ يعني كلها متساوي في المحيط والمساحه. يبقى اوجه المكعب بقى كلها ايه؟ متساوي في المحيط والمساحه. يبقى المكعب له كام وجه؟ له ايه؟ ست اوجه على شكل مربع. معايا؟ طبعا الاوجه كلها متساويه في المحيط والايه؟ والمساحه. طب له كم حرف؟ 12 حرف. تعال شوف معايا كده، ادي واحد ها اثنين ها ثلاثة أربعة تعال نشوف دم باب، خمس ست سبعة ثمانية تعالى هنا، هم راحوا فين؟ اهم تسعة عشر حداشر اثناشر. ال 12 حرف انا ملاحظ ان هم كلهم ايه؟ قد بعضهم، لان ده المربع مش اربعه متساويه. يبقى الحرف ده يبقى قد ده، يبقى قد ده، يبقى قد ايه؟ ده. طب ما هو ده بيقابل اربعه يبقوا زي، وده بيقابل اربعه يبقوا ايه؟ زي. يبقى الاحرف كلها ايه؟ هتساوي. عشان كده مش ده في متوازي المصطلحات كنت بسميه ده طول وده عرض؟ طب الطول والعرض هنا لما ساووا بعض اصبح اللي تحت ده ايه؟ مربع. طب لما ساووا الارتفاع بقى ده برضه بيساوي ده، بقى اصبح ده ايه؟ مربع. اداني شكل على طول ايه؟ مكعب. يبقى لما ابعاد متوازي المستطيلات طول وعرض وارتفاع تتساوى مع بعضها يبقى المجسم هيبقى ايه؟ مكعب. يبقى اذا تساوى ابعاد متوازي المستطيلات فانه يكون ها واحد يكتب مربع مكعب. يعني متوازي المستطيلات هيبقى مربع؟ لا. الجسم هيبقى شكل؟ لا. امال يبقى ايه؟ مكعب. خلاص. المكعب له كام حرف؟ 12 حرف كلها ايه؟ متساوية في الطول. طب له كام رأس؟ لا له 8 رؤوس برضه زي الايه؟ متوازن المستويات. ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. له 8 ايه؟ رؤوس. في حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ لا.